الملف اللي جاي دلوقتي بيتكلم عن البيض. طبعا احنا عارفين انه البيض غالي جدا الفترة اللي فاتت، ففي بعض المواقع على التواصل الاجتماعي نزلت صور لنوع من البيض، بيض بودرة زي اللبن البودرة كده بالظبط، تمام؟ وقال الدكتور احمد حسين عبد المجيد استاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الانتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية ان ده نوع من البيض اساسا موجود من زمان يا جماعة والله، وهو عامل زي اللبن البودرة كده وبيستخدموه في صناعة الحلويات والكيك وكذا وكذا. ففي ناس ابتدت دخلت على تفتي وتقول لا ده البيض ده احنا ممكن نستخدمه ويبقى بديل للبيض. طبعا ده كلام يعني مش صح ومش مظبوط، ويا ريت الناس قبل ما تنزل اي خبر او تقول اي حاجه تتاكد من الاخبار بس الاول عشان الناس بتصدق، وخاصه انه بيقول لك انه ايه سعر البيضه منه بسعر 4 بيضات من البيض اللي هو بتاع الفراخ اللي احنا متعودين عليه، يعني كلام مش منطقي يعني. ولو الناس بس تفكر شويه وتحسبها معايا. مين يا جماعه التليفون؟ دكتور علاء الطحان، اتفضل يا فندم. مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. أهلاً وسهلا، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. طيب حضرتك اكيد اكيد سمعت الكلام اللي نزل عن البيض قول لي. انا فعلا سمعت هذا الكلام وتواصلت مع الدكتور احمد حسين استاذ تغذيه الدواجن المتفرغ بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، وللاسف اللي نشر الخبر عاري تماما من الصحه، يعني هو كان الكلام على حاجه تانية خالص، والدكتور احمد اكد لي ان الكلام يعني اتاخد بعض الاجزاء منه انما الكلام غير صحيح. وانا هقول نبذه بسيطه عن موضوع البيض المجفف او بودره البيض. بودره البيض دي احنا فعلا بنستوردها، ما بتستورد لاغراض صناعيه لعمل الحلويات والبسكوتات فقط. زي الباكنج، زي اللي هو الفانيليا واللبن البودره ومش عارف ايه، يعني حاجه وهي سعرها 4 اضعاف البيض بتاعنا. لا ده هم منزلين بقى ان سعرها ارخص من البيض الطبيعي. لا ده هي 4 اضعاف مش العكس. ايوه، ما انا بقول لحضرتك فعلا اللي قال الكلام ما قالوش مظبوط. دي نقطه. احنا عندنا في مصر فعلا فيه بقى بيض مبستر. البيض مبستر ده احنا بنصدره، يعني احنا عندنا بعض الشركات المتميزه جدا في صناعه البيض المبستر، واحنا اللي بنصدره للخارج، انما ما فيش اي حاجه من دي خالص. الكلام عاري تماما من الصح. احنا بنصدر البيض المبستر مش ده بكميات بسيطه، مش كميه ده. يعني احنا الاول احتياجات السوق اهم، يعني احتياجات السوق طبعًا بتاعنا طبعًا السوق المصري طبعًا دي اهم. انما طبعًا لما كان في فائض في البيض، لما كان في، انما في الوقت الحالي ما فيش تصدير ولا حاجه. لما كان في، لكن البيض اللي هو اللي بنستخدمه اللي هو البودره ده اللي بنستخدمه في الحلويات هو ما فيهوش قيمه غذائيه. هل في قيمه غذائيه؟ هو قيمته الغذائيه عاليه، بس هو احنا ما ده بيخش في صناعه الحلويات لاغراض غذائيه فقط، انما وحتى كمان انا لسه اعرف مين بيقعد يطلع الكلام ده بجد. لا انا لا، والناس بتقعد تشير يعني وتكتب وكأن الموضوع يعني حقيقي. طب لو يعني انا حتى كمان يا فندم الدكتور احمد حسين نفى هذا الكلام تماما. ايوه، لان احنا فعلا احنا يعني عندنا يعني ده بيستورد لحالات خاصه جدا، مش يعني لصناعات معينه. والله احنا بنعمل حلويات وبنستخدم البيض العادي، يعني مش انا اول يعني مره اسمع عن البيض الفتره ده حقيقي يعني. لا هو موجود، بس ده غالي جدا، اسعاره غاليه جدا جدا جدا، يعني حتى كمان استيراده قل دلوقتي في الفتره دي، يعني حتى كمان الكميات الاستيراد اللي مستورده منه في الوقت الحالي قليله جدا. واحنا طبعا اهم حاجه عندنا السوق المصري في احتياج جدا للبيض طبعًا بتاعنا. طبعا يعني انا هستغل وجودك معايا واسالك على اللبن البودره. اتفضل. هل اللبن البودره فيه نفس القيمه الغذائيه للبن العادي ولا لا؟ لا دي ما فيهاش اي مشكله خالص، هو نفس القيمه الغذائيه، نفس القيمه الغذائيه بتاعت اللبن العادي. بس طبعا اللبن البودره برضو غالي، يعني احنا حتى كمان لما بيجي لبن بودره مستورد من الخارج ده بيجي برضو لاغراض برضو مش اغراض عامه للناس كلها. احنا عندنا وفره في اللبن طبيعي دلوقتي.